البداية أحب أشكر إدارة جامعة الملك عبد العزيز اللي دوماً بالمقدمة ودوماً متميزة، على رأسهم معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، أستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي. دائماً الأزمات تخلق فرص، وخلقت فرص لكل الأقسام العلمية لبحث طرق جديدة في العملية التعليمية، طرق جديدة في دعم الطالبات ودعم جميع أعضاء هيئة التدريس. القسم نجح بشكل كبير في انتقال العملية التعليمية إلى العملية التعليمية عن بعد، والتواصل الفعال مع الطالبات ومع أعضاء التدريس عن طريق الوسائل الرقمية. دائما ما الإدارة الناجحة تكون إدارة مرنة بالتعامل مع المعطيات، مرنة بالتعامل مع الأزمات، وهذا ما نجح فيه قسم اللغات الأوروبية بجامعة الملك عبد العزيز إلى استغلال فرصة كورونا للتطرق إلى جميع والعديد من المواضيع التي قد لا تكون موجودة في وقت الأمور ما كانت تكون طبيعية.